وللحديث أكثر عن معاناة النازحين في العراق على أثر ما سمته الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب على الإرهاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الناشط المدني صفاء الموصلي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك، حياك الله، تحية لكم ولقناتكم الكريمة. حياك الله. المنظمة الدولية للهجرة أحصت عدد الذين لا يزالون يعانون النزوح في العراق بأكثر من 1,300,000 نازح. ما أثر حرب أمريكا على ما يسمى بالإرهاب في إنشاء هذه الشريحة المجتمعية في العراق؟ بالتأكيد هناك أثر كبير نتج أثناء الحرب وبعد الحرب، بحيث أن أمريكا كانت تقود الحرب عبر الجو، وكان هناك قوات أخرى على الأرض. هذه القوات للأسف قوات غير نظامية ومرتبطة بأجندات معادية للعراق ومعادية للإنسانية، بحيث تعاملت بكل وحشية في هذه الحرب. والكل يعلم أن عدد الإرهابيين الذين كانوا موجودين في مناطق الموصل كانت أعداد قليلة جدا لا تستحقها تلك الهجمة وذلك الدمار الذي شاهدناه. هناك مناطق بالكامل تم إبادتها، وهناك ضحايا لا يزالون موجودين تحت الأنقاض إلى حد الآن، ولا توجد إلى حد الآن أي نية حقيقية للعمل من أجل على الأقل تعويض المواطنين وإعادتهم إلى مناطقهم، بدليل أن الدمار ما زال قائم والمخيمات ما زالت مليئة بالناس حسب التقارير وحسب التقرير الذي سمعناه مؤخرا. وهذا يعني العودة حقيقة ليست بهذه السهولة. هناك عراقيل، هناك نفس الميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في تلك المناطق وتسيطر عليها بحجة حمايتها من الإرهاب، ولكن هي لديها أجندات أخرى، وهذه هي أحد أهم الأسباب التي تبقي معاناة النازحين قائمة، إضافة إلى هذا أنها توجه لهم تهم بأنهم على علاقة بالإرهاب وعلى علاقة بالتنظيمات الإرهابية، وأيضا هذا مؤشر خطير يمنع عودة النازحين. فكل هذه أخي العزيز هي تأثيرات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب، والتي لم تكن بالشكل المطلوب، بدليل أنه كان الحليف الميليشيات كانت حليف للولايات المتحدة الأمريكية، والميليشيات هي أيضا مصنفة إرهابية اليوم. هذه الميليشيات هي أيضا مصنفة تحت الإرهاب، فكيف للإرهاب أن يطرد الإرهاب؟ نعم. طيب، يعني هل ساهمت برأيك العمليات الأمنية التي استمرت والمستمرة على محافظات بعينها في تفاقم هذه الأزمة، أقصد هنا أزمة النازحين؟ نعم، بكل تأكيد العمليات لم تتم بشكل دقيق، لم تتبع أساليب عسكرية ضد هذه الجهات الإرهابية، لم تكن هناك دقة في التعامل. نعم، العصابات أغلبها فرت، ولكن استخدام القوى المفرطة دفع كثير من العوائل إلى النزوح، وأن تحل الميليشيات الإرهابية في تلك المناطق منعت هذه الشريحة من الناس من العودة إلى مناطقهم. طيب، يعني تقرير لصحيفة غارديان البريطانية قال أنه 37 مليون شخص نزحوا وتشردوا منذ بدء واشنطن حربها على ما يسمى بالإرهاب. كيف ترون آثار هذه الحرب على المستوى الإنساني على المدى المتوسط والبعيد؟ نعم، أغلب هؤلاء النازحين أصبح لديهم حالات نفسية، وأصبح لديهم شبه رعب من العمليات التي شهدوها. أغلبهم حرم من التعليم، أغلبهم يعاني آثار نفسية
لديهم مشاكل في المجتمع من العودة، أن يعودوا إلى مجتمعاتهم، هناك أزمات صحية، هناك الأزمة تتفاقم كلما ندخل في موسم الشتاء أو ندخل في موسم الحر، لأن الأمم المتحدة والمنظمات التي تعهدت في حماية هؤلاء النازحين لم يتخذوا إجراءات حقيقية على الواقع في معالجة مثل هذه المعاناة ما زالت قائمة. نعم، برأيكم يعني في ظل هذه المعاناة التي يعيشها النازحون في العراق، هل نجحت أمريكا في حربها على ما يسمى بالإرهاب أم أنها فشلت في ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في حربها. نعم، هي حققت بعض الشيء في بداية عام 2014، ولكن للأسف ما زالت هناك ميليشيات إرهابية تتمتع بحماية القانون وتتمتع بحماية هذه الدولة، تتمركز في نفس المناطق التي يتواجد فيها داعش. هذه الميليشيات تمارس نفس طريقة داعش في التعدي على المواطنين، منعهم من منع النازحين من العودة، شراء بعض الدور المهدمة لمنع أهاليها من عودتهم، يمارسون حتى سياسة التغيير الديمغرافي من أجل أن هؤلاء النازحين لا يعودوا إلى مناطقهم. نعم، عبر الهاتف كنت معنا من لندن الناشط المدني صفاء الموصلي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.